بن يوسف او هيثم شويني تتطفى ذا الكره يا ابن مبارك. الهدف الاول، الهدف الاول للطراشي، التنفيذ كان من ايهاب المباركي والرعصيه من القناص هيثم شويني. هيثم شويني يفتتح النتيجه في توقيت بالضبط 34 دقيقه لعب. الهدف الاول للطراشي، الهدف الاول لهداف كل مباراة اليوم هيثم شويني. يعود من بعيد شويني، يعود من بعيد هيثم شويني، اخذ الكرة في وسط الميدان، جاب بها المخالفة، نفذ الكرة بسرعة إيهاب المباركي، ورأسية هيثم شويني تسجل الهدف الأول للترجي. 1 للترجي، 0 لعظامة تنزاني في تنزانيا بالذات. الكرة كانت ممتازة والهدف كان ممتاز ورائع من الرائع الممتاز هيثم الشويني على مستوى نقطة ضربة الجزاء، يصعد أكثر من الجميع. الرأسية في مرمى الحارس آيتي السلوم، 1 للطراشي، 0 لعظامة التنزاني. واشتعلت الشماريخ في ملعب عظامة التنزاني، جمهور الترجي كالعادة حاضر، جمهور الترجي كالعادة يشجع ويعطي